وطبعا انتوا عارفين اطفالنا على طول بيحبوا ايه؟ اللانشون. ده عباره عن جبنه مثلثات وبيض ودقيق. هحكي لك كل الحكايه دلوقتي. احنا عندنا ايه؟ ده اول نوع هنعمله مع بعض، النوع اللي هو الساده اللي من غير لحم، اللانشون اللي بنشتريه من اي مكان. ده عباره عن ايه؟ بس طبعا احنا هنعمله احلى كتير ومغذي جدا، يعني عندنا البيض مغذي، عندنا الجبنه المثلثات مغذيه، عندنا كوبايه الدقيق بس استعمليها ايه؟ حمصيها. يعني حطيها في طاسه وقلبيها لغايه ما تديكي اللون ده. احنا كده سوينا الدقيق عشان ما تحسيش بطعمه جوه الايه؟ جوه اللانشون بتاعك. يبقى عندي هنا حوالي 6 بيضات، من 5 لـ 6 من حسب حجم البيضه، من 5 لـ 6 بيضات، والجبنه المثلثات 8 علبه، اي نوع جبنه مثلثات، والدقيق كوبايه. تمام، بعدين سهله معاكم اهي على الشاشه كلها. تمام، ودي كوبايه محمره. يعني ايه محمره؟ يعني بحطها في الطاسه واقلبها. الزيت يعني من نص كوبايه لغايه اكتر، مش مشكله. خلاص كل المقادير هبقى راجعها بس معاكم على الشاشه. يبقى عندنا هنا من 5 لـ 6 من البيض، الجبنه المثلثات علب الجبنه المثلثات كلها حطها، كوبايه من الدقيق، الزيت ممكن من نص كوبايه لاكتر شويه، يعني كوبايه الا ربع لغايه كوبايه بنوصل كمان. عندنا مكعبين من المرق، توم بودره، بصل بودره، حبهان بودره، بس حبهان يكون قليل قوي يعني معلقه صغننه، والتوم والبصل البودره يبقوا اكتر مش مشكله. ومعلقه كبيره من البابريكا، ولو حابه لون طعام تاخدي لون طعام احمر تاخدي منه ايه؟ نقطتين كده ولا حاجه فقط، لو انت عايزه تاخدي اللون بتاع اللون المحمر بتاع اللانشون. مش عايزه؟ مش مهم، سيبها زي ما هي، بس اهم حاجه القالب ده اللي انا هحط فيه ده هدهنه، مش ده، مش الصينيه. الصينيه هحطها على النار اهو، ما غلطتش عليها لسه طبعا. وعندي هنا ايه؟ الزيت اهو، ندهن زيت كويس قوي القالب. تعالوا بقى نحط هنا في الكبه، في الخلاط، في اي حاجه، بس ده اسهل لك، دي اسهل لك. هنحط الايه؟ البيض، 6 بيضات، بيضه بيضه. بيضه بيضه، يا اما بيضه بيضه في طبق، لو انت حاسه انت علي مثلا ايه؟ مش عايزه اشعلق ايديا كل شويه، هاخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، من 6 لـ 5 بيضه، بسرعه بسرعه بسرعه، 6 بيض، بسم الله. تعالى قشر كده. تمام، الدقيق المتحمر، الدقيق المتحمر كوبايه في طاسه من غير اي حاجه، وعلبه جبنه مثلثات، وبعدين بقى التوابل بتاعتنا ملح وفلفل طبعا هحطهم دلوقتي، حبهان مطحون، توم بودره وبصل بودره، ومكعبين عشان يديني بقى مكعبين مرق عشان يديني طعم بتاع المحلات، مكعبين من المرق، معلقه كبيره بابريكا، ما تكتريش قوي، والملح اهو ما تكتريش برضه عشان انا حاطه مكعبين مرق فمش هكتر الملح. وهنا ايه؟ فلفل اسود برضه مش كتير، ممكن نص معلقه صغيره. وعندي الحب بقى، هناخد بقى ايه؟ نطحن ده حلو قوي كده. وهنا الزيت معايا اهو، نلم كل اللي هنا كده، شفت القوام شكله ايه؟ هوريكم تاني دلوقتي. حط بقى ميه هنا، قول له ماشي. ممكن تحطه كده زي ما هو، بصوا ايه كميه الميه دي كده اهي. بصوا بقى لون اللانشون ده، عايزه تسيبيه على اللون ده؟ في لانشون باللون ده. عايزه تضيفيه لون احمر؟ ممكن نحط نقطه بس حمراء، نقطه في عندنا احمر ولا ما عندنا؟ الا ان انا عندي ده
طب نشوف اللون ده هيعمل ايه، عشان اللون ده لون برتقالي كده، وممكن يدينا اخف شويه نجرب. طيب زي ما قلت لكم عايزين اللون ده ماشي، مش عايزينه ولا هنلون. بص هنحط هنا ايه شويه كده من الفلفل الاسود من غير ما نكسر، من غير ما نكسر كده يعني ايه، هيدوك حبه صغيرين علشان يبقى ايه جواها. وفي اصلا في لانشون باللون ده عادي، لو احنا عايزين اللون ده مفيش مشكله، مصرين نحمره نحمره عادي يعني اهو، الحمد لله ربنا كرمنا. نقطه بس، بصي يعني خليكي حذره مع الالوان، نقطه 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 نقطه. الالوان دي بتبقى انواع، الالوان بتبقى انواع، يعني في نوع من الالوان من نقطه واحده بيعمل لك غمقان جدا فخلي بالك قوي، وفي نوع تاني انا ممكن احط الرزه كلها يعني بيبقى كده وكده. فعشان كده وانت بتحطي هقول تاني اللانشون ده معمول من ايه، ده اللانشون اللي احنا طول عمرنا بناكله وفاكرينه لانشو لحمه، اللي هو من 5 لـ6 بيضات، نقول 6 ماشي، وعليها علبة جبنة مثلثات، علبة جبنة مثلثات اهي المقادير معانا على الشاشة اهي تمام، عليها مكعبين مرق، كوباية دقيق محمر، نص كوباية لغاية كوباية من الزيت بتقبل ده كله تمام، ولون طعام وفلفل اسود، توم باودر بصل باودر وحبهان مطحون. الون بس ده كده، خدها هنا كده عشان بس شايفه كده كفايه. طبعا لو عايزه تحمريه عن كده حمري، انا محمره النسخه عن كده شويه. هي العجينه تبقى عامله زي عجينه الكيك كده، كلها بيض وجبنه، يعني كلها حاجات مغذيه عادي جدا ان احنا نستعملها واحنا مرتاحين واحنا مطمئنين لكي يطمئن قلبنا. عايزه خلاط، عايزه دي ماشي كده شغاله وكده شغاله، بس دي بتبقى اريح واسعه كده، والايه الفود بروسيسور ده بيبقى اوسع شويه. ما عندكيش ممكن تستخدمي خلاط. بصوا بقى انا كده هسيبها على النار بتقعد حوالي ساعه، تقعد حوالي ايه ساعه على النار تغلي، وانا مغطيها اصلا من جوه بالورق الالومنيوم عشان ما يجيش عليها ميه من فوق، وممكن ما اغطيش على فكره، ومش هيجرالي حاجه حتى لو جه عليها ميه، بس انا بخليه في المضمون احسن. والميه من بره ورحت مغطياها بالايه؟ يعني لو عندك صينيه وليها غطا غطيها بس كده، وسيبها ساعه على النار تغلي، بعد كده سيبيها تبرد تماما تماما، سيبيها ساعتين ثلاثه تبرد وبعدين قطعي بس او بيتيها، يعني هي كده هي كده.